من 30 سنة كان هيتحقق حلم محمود سعيد إنه يكون عنده أوضة مكتب في بيته، ولكن تشاء الأقدار إن مراته في نفس اليوم تبلغه إنها حامل، فالأوضة دي تستقبل بعد 9 أشهر علي وحسين ألذ وأشقى طاقم في مصر. وطبعاً الأوضة تحولت إلى سيرك لمدة 30 سنة. امبارح للأسف انتهى السيرك، بس النهاردة رجع حلم محمود سعيد. دي قصة حتة محمود سعيد، انت قصتك ايه؟ سكيب للدهانات، انت ألوانك حتك.